أخبار اليوم. حالة زي ما حضرتك شايف، الأمن منتشر في كل مكان في المدينة ومتواجد في كل الأماكن، ومأمن جميع المراكز الانتخابية والطرق المؤدية إليها. وزي ما حضرتك شايف وحاسس الناس على أرض بورسعيد شعر بالتراجم الأمن المكثف، وشكرا مع أخواتنا من قوات المسلحة. في حالة حدوث أي مشكلة في عدد من اللجان بيتم التعامل معها فورا؟ والله اذا كانت في اللجنه السيد رئيس اللجنه هو اللي بيخطر وبيتولى، لو كلفنا بتحرير محاضر معينه بيبقى بناء على تعليمات رئيس اللجنه طالما داخل اللجنه. اما خارج المقرات المراكز الانتخاب احنا بنتصدر اي مشكله ونواجهها، اذا كانت خاصه بالعمليه الانتخابيه بيخطر السيد رئيس اللجنه العامه او اللجنه العليا للانتخابات. اما اي مشاكل تانية جنائيه احنا اللي بنتعامل.